السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهاردة عاملين لحمة مدمسة، مدمسة، وعاملينها كمان في فخارة تحفة جدا. بينا نشوف يلا اللحمة اخبارها ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين؟ ما شاء الله لا قوة الا بالله، تحفة جدا جدا، والصوص بتاعها فظيع جنب الرز بقى، هيبقى حكاية. ايه رأيكم؟ اللحمة شكلها دايب جدا. هتقولي شوكة بسرعة. بصوا بقى اللحمة عاملة ازاي، يا خبر، بصوا دايبة دوب مش مستحملة. الله بقى على الأكلة الجميلة دي مع شوية رز أبيض ولا رز معمر، هتبقى حكاية. يلا بينا بقى نشوف عملناها ازاي، نشوف المقادير وطريقة التحضير. هذا البرنامج برعاية. ويلا بينا بقى على المقادير، والمقادير ولا أسهل من كده. عندي لحمة حوالي كيلو متقطعة مكعبات متوسطة. هنحتاج كيلو من البطاطس الصغيرة متقشرة، وعندي كمان كيلو من البصل الصغير القورمة مقشرينه ومنضفينه، بصلاية كبيرة أو بصلتين مفرومين، 6 فصوص ثوم، معلقة كبيرة من الصلصة، واربع طماطمات كبار متقطعين مكعبات. لو انت بتحب الصوص احمر بزيادة فهتزودي الطماطم وتزودي كمان الصلصة. البهارات بتاعتنا بسيطة جدا، ملح وفلفل وبهارات 7، ورق لورا وجوزة الطيب ورشة سكر بس كده. هنجيب طبق كبير نحط فيه البصل المفروم وعليه الملح والفلفل والبهارات 7 ورشة السكر والورق اللورا، ودي رشة من جوزة الطيب. يبقى انا كده حطيت البهارات بتاعتي. هضيف كمان معلقة كبيرة من الصلصة، وزي ما قلنا لو حابة تضعفي مقدار الصلصة والطماطم مفيش مشكلة، هحطهم وادعكهم، وحط معهم كمان 6 فصوص من الثوم. هقلب كله مع بعضه كويس، ودي التتبيلة بتاعتنا. هحط فيها الطماطم اللي متقطعة مكعبات، والبطاطس الصغيرة السليمة، والبصل السليم علشان يحتفظوا بشكلهم لغاية نهاية التسوية. كده الدنيا تمام، والخلطة بتاعتي جاهزة زي الفل. يلا بقى نجيب فخارتنا الحلوة، ودي متوفرة جدا، هتلاقوها في مكان بيبيع الحاجات بتاعت الاصاصات الزرع والكلام ده كله، هتلاقوها موجودة. هحط بقى بالتبادل طبقة من الخضار، طبقة من اللحمة. طبعا التتبيلة اللي احنا حطيناها على الخضار هتنزل على اللحمة وتخلي طعمها تحفة، وهكذا لغاية ما تملي الفخارة لغاية الآخر، علشان الكلام ده كله بعد ما بيستوي كميته بتقل، تمام؟ فامليها على الآخر. ايه دي الخضار بتاعنا بالتتبيلة الجميلة. ويلا بقى احط حوالي 3 كوبايات من المية المغلية، علشان ما احتاجش ازود اي سوائل ولا افتح على الفخارة بتاعتي غير بعد ما تستوي. حتة عجينة عجناها دقيق ومية بس، من غير اي اضافات ولا خميرة ولا اي حاجة. انا بس عايزة الزق الغطا بتاعها علشان يبقى محكم بالشكل ده. طيب الفرن بتاعي سخن على اعلى درجة حرارة، وهدخل الفخارة على الارضية ربع ساعة بس، وهدي درجة الحرارة لغاية 150 واسيبها 3 ساعات. حلو، يبقى ربع ساعة على اعلى درجة حرارة، 3 ساعات على اقل درجة حرارة 150، لغاية ما هتكون استوت بقى ودابت. عايز اقول لكم بقى هي مكمورة، اللحمة عاملة زي ما يكون متدمسة، اتكمرت في الفخارة. هنفتح الفخارة بقى، ودي وصفتنا التحفة جدا جدا. اللحمة طعمها حكاية وريحتها حكاية وشكلها كمان يفتح النفس. البطاطس مستوية ومحتفظة بشكلها، بصوا سليمة زي ما دخلناها. البصل كمان بيبقى مسكر بقى وطعمه في منتهى الجمال. اما اللحمة بقى حدث ولا حرج. بصوا بصوا اللحمة عاملة ازاي، بصوا اللحمة دايبة بتتفرفت لوحدها، ما شاء الله لا قوة الا بالله. الطعم رهيب. يلا بقى جربوا الوصفة وقولوا لي رأيكم فيها ايه. لو عجبتكم لايك وشير وسبسكرايب لقناتنا على اليوتيوب علشان تقدروا تشوفوا الفيديوهات كلها. فعلوا الجرس كمان عشان اول ما ينزل فيديو جديد يوصلك على طول. اشوفكم فيديوهات تانية ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا البرنامج برعاية